بسم الله الرحمن الرحيم. شرح اليوم طريقة تكرار التطبيقات في هاوي سيت. في البداية لازم يكون عندك الجبريك، تضيف الصورة الخاصة في المتجر الصيني في السيديا. افتح السيديا، هذا الصوص الخاص فيه. بعد ما تضيف الصوص فسيدة، نفتح نعمل تثبيت للمتجر الصيني لآخر تحديث له 2.2.4. نعمل تثبيت إضافة ثانية حق التحسينات للمتجر لهذه من نفس السورس، ولا تعمل تثبيت لأي باتش لأب ساينس على جهازك مثل أب ساينس يونيفايد، لا تعمل تثبيت لها. بعد ما نثبت المتجر والباتش الخاص فيه، في البداية لازم يكون تطبيقات تحملها من المتجر الصيني أو من أي متجر ثاني، لكن تحصل كل تطبيقات من المتجر الصيني لا تحملها من أبل ستور. إذا أنت محملها من أبل ستور احذفها وحملها من المتجر الصيني. بداية ندخل على المتجر الصيني ونختار خيار اللي رمز شنطة هنا، بعدها نختار التطبيق اللي تبي تسوي لها تكرار. نعمل فيه تكرار للواتساب ثم نضغط على الخيار. هنا تختار الاسم الخاص فيه والصورة، إذا أنت تبي صورة غير نكتب، ثم نضغط على الخيار الأزرق ثم انتظر عملية التكرار تخلص. المهم انك تحمل التطبيقات من المتجر الصيني ولا تحملها من ابل ستور، ولا تحمل باتش اب ساينس من السيديا. انتظر بس يخلص. كذا خلص. هذا الواتساب اللي سوينا تكرار الحين، نفتحه. كذا خلصنا من عملية التكرار للواتساب. وإذا عندك أي سؤال أو استفسار راسلني على حسابي في تويتر cd20. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.